وأما القسم الثاني من أقسام التوحيد هو توحيد القصد والطلب، توحيد الإرادة، وفيه سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهو ما يكون من العبد لله سبحانه وتعالى، أعمال العباد، أعمال العباد أن تكون لله تبارك وتعالى من صلاة وصيام وذبح ونذر ودعاء وغير ذلك، هذه كلها من توحيد القصد والطلب، أي لا نوجه هذه إلا إلى الله تبارك وتعالى.